الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، وده بعد اجتماعه لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وسيقوم الاتحاد المصري بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع المقبل. مسؤول اتحاد الكرة استقر على تعيين علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق في منصب المدير الفني للجبلية للاستعانة بخبراته في المرحلة المقبلة. كمان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني. أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أعلن تعاقد النادي مع محمود الزنفولي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. نادي الاتحاد السكندري نجح في تجديد عقود الثنائي الأجنبي مورو ساليفو وبنجامين بواتانج لمدة 3 سنوات قادمة للاستمرار في صفوف الاتحاد. فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح خسر أمام نادي أرسنال بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي أقيمت ما بينهم امبارح على ملعب الإمارات في قمة مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة. فريق مانشستر يونايتد فاز على ويست هام بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أورد ترافولد ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذه النتيجة تقدم فريق مانشستر يونايتد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ده بعد فوزه الثاني على التوالي برصيد 38 نقطة، وجاء فريق ويست هام في المركز السابع برصيد 36 نقطة. فريق تشيلسي الإنجليزي خسر من وولفرهامبتون بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريمير ليج. بالنتيجة دي بقى فريق تشيلسي في المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 29 نقطة. فريق نابولي حقق الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ديجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإيطالي. وبكده بيحتل فريق نابولي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 18 محتلاً المركز 18. فريق طرابزون سبور اللي بيضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خسر أمام فريق بشتكاش 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين بملعب بشتكاش بارك ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري التركي. ووصل بشكتاش للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 39 نقطة، فيما تراجع طرابزون إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة.